الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبا. هذا الحديث في دراسة القرآن وحفظه ومعاهدته بالتلاوة والقراءة خشية أن يذهب عنه ويتفلت عنه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقرة، فإن عقل القرآن هو حفظه، فمن حفظ القرآن فقد عقله ومن كانت له إبل قد عقله. فإن عاهد هذه الإبل التي عقلها أمسكها وحفظها من الذهاب والضياع، كذلك صاحب القرآن الذي حفظه إن عاهد عليه ودارسه وكرره وقرأه فإنه يحافظ عليه ولا يضيع منه، ولا يكفي أنه قد حفظه في أول أمره، فإنه إذا لم يتعاهد فإنه يذهب عنه، كما أن الإبل المعقلة إذا لم يعاهد فإن الإبل قد تذهب وهي معقلة، أو قد تكسر العقل فتذهب، فلا يكفي أن تعقل الدواب، بل لا بد من أن يحافظ عليها ويتعاهدها بالحفظ بعد عقلها. قال أبو عمر في هذا الحديث: التعاهد للقرآن ودرسه والقيام به، وفيه الإخبار أنه يذهب عن صاحبه وينساه إن لم يتعاهد عليه ويقرأه ويدمن تلاوته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظ القرآن ثم نسيه، كل ذلك حظ منه على حفظه والقيام به. روي عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. معناه عندي، يقول أبو عمر، معناه عندي منقطع الحجة. هذا الإنسان الذي قد حفظ القرآن ثم لم يتعاهده وضيعه وتفلت عنه القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة وهو أجذم، يعني معناه منقطع الحجة، ليست له حجة في ذهاب القرآن عنه وتفلته منه، لأنه لم يحافظ عليه ولم يدارسه. وهو عن سفيان بن عيينة تفسير آخر في نسيان القرآن، ما معناه؟ المعنى الأول: نسيانه يعني تفلت القرآن عنه وذهوله منه وذهاب القرآن عن ذاكرته، هذا هو معنى النسيان الأول. قال سفيان بن عيينة: إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه، وإن النسيان أريد به هاهنا الترك، نحو قوله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له، إذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه، لأن هذا ليس بناس له. قال: ولو كان كذلك ما نسي النبي عليه الصلاة والسلام منه شيئا وقد نسي. وقال: أذكرني هذا آية نسيتها، وقال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلم يكن الله ينسي نبيه عليه الصلاة والسلام والناس كما يقول هؤلاء.
هذا صفيان بن عيينة يفسر تفسيرا آخر وهو تفسير النسيان بمعنى عدم اتباعه والعمل به وتضييع حدوده وفرائضه. فمن لم يعمل بالقرآن ولم يقف عند حدوده وأوامره فإنه قد نسي القرآن، يعني ترك القرآن. وليس معنى النسيان ذهاب القرآن عن ذاكرة الإنسان، لا، بل النسيان هنا معناه ترك العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه. هذا تفسير سفيان بن عيينة. يقول أبو عمر: وقد كان الصحابة وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن مسعود وسالم المولى أبي حذيفة، وكلهم كان يقف على معانيه ومعاني ما حفظ منه ويعرف تأويله ويحفظ أحكامه، وربما عرف العارف منهم أحكاما من القرآن كثيرة وهو لم يحفظ صورها. قال حذيفة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. ولا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله: يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله، ويتبعونه حق اتباعه. قال أكرمة: ألم تسمع إلى قول الله: والقمر إذا تلاها، يعني اتبعه. يقول هنا أبو عمر: الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن كلهم يحفظ القرآن، بل الحفظة للقرآن كانوا قليلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى استحضار القرآن وتغييبه، لكن كانوا يقرؤون القرآن ويتبعونه ولا ينسونه، يعني كانوا يتبعون القرآن ويعلمون حدوده وأحكامه، بل ويعلمون أحكام القرآن التي لم يحفظوها. فكانوا يجتهدون في العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرامه، وإن لم يكن أكثرهم قد غيب القرآن وحفظه عن ظهر قلبه. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان كذلك، ذلك كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ يقول: إذا كان القرآن الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، إذا كان يذهب عن الإنسان ويتفلت عنه بدون مدارسته ومذاكرته، فما بالك لسائر العلوم التي لم يتكفل الله سبحانه وتعالى تيسيرها. بل كل علم لا يحافظ عليه الإنسان ولا يذاكره ولا يطالع فيه فإنه قد يذهب عنه ويصبح ما جمعه وتعب في تحصيله يصبح في خبر كان إذا لم يذاكره ويتعاهده. ثم ذكر كلمة عظيمة يقول: خير العلوم ما قبض أصله واستذكر فرعه. هذه مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الأصول لكل علم، ويحاول أن يستخرج الفروع من هذا العلم بعد تحصيل أصوله. والإنسان لا يركز على تتبع الفروع إذا لم يتقن الأصول، فإن الأصول هي التي تولد الفروع، فإذا ضبطت الأصول تيسر بعد ذلك إرجاع الفروع إلى أصولها. يقول: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى
ودل على ما يرضى. هذا هو العلم النافع، وهو العلم الذي يقود إلى الله سبحانه وتعالى ويقود إلى العمل بما علم. الحديث الذي بعده قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عني وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث فيه بيان كيفية من الكيفيات التي كان ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكيفية التي كان يأتي بها الوحي إليه قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت الجرس، فإذا سمع صوت الجرس فإنه يعلم أن الوحي آت. وهذه كيفية من كيفيات كثيرة للوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويظهر أن هذه الكيفية لا تمر على الأدوات التي توصل المعلومات إلى القلب، فإن الإنسان هذه الأدوات أو هذه الحواس هي التي توصل المعلومات إلى القلب، فإذا رأى شيئاً فإن الرؤية هي التي تنقل المعلومات إلى القلب، وكذلك السماع والشم واللمس وما أشبه ذلك. لكن يظهر أن هذه الكيفية لا تمر ولا تستخدم فيها هذه الحواس كلها، وإنما يسمع هذه الأصوات ثم يجد أن المعلومات أو أن القرآن قد وعاه وحفظه في قلبه دون أن يسمع القرآن تلاوته أو أن يرى شيئا من الملائكة وما أشبه ذلك، بل إنه إذا سمع هذا الصوت بعد ذلك يعلم من نفسه أنه قد وعى الجزء أو الصورة التي أوحاها الرسول الملكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عليه السلام عن كثير من المعاني، ما كانوا يكثرون عليه الأسئلة لكنهم مع ذلك كانوا يسألون أحيانا عن الأشياء التي قد يحتاجون إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعلمهم، وكان طائفة تسأل وطائفة تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى أكمل الله دينه. وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من صفة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وكيفية ذلك، وقد ورد في غير ما أثر ضروب من صفة الوحي حتى الرؤيا، فرؤيا الأنبياء وحي أيضا، ولكن المقصد بهذا الحديث إلى نزول القرآن والله أعلم. وأما قوله صلصلة الجرس فإنه أراد في مثل صوت الجرس، يعني صلصلة الجرس صوت الجرس، والصلصلة الصوت. إذن هذه كيفية، لكن الوحي إلى الأنبياء قد يكون أحيانا في حالة النوم، لكن هذا لا ينزل به القرآن وإنما تنزل به أو ينزل به وحي آخر. فهذه الكيفية واحدة من الكيفيات التي ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية هي أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم،
حيث أنه إذا سمع هذا الصوت يفصل عنه هذا الصوت، يعني ينقطع عنه هذا الصوت وقد حفظ ما أوحي إليه. طيب، هذه كيفية. الكيفية الأخرى، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأئم يقول. أحيانا يتمثل له الملك الموكل بنقل الرسالات إلى الأنبياء فيكلمه فأعي ما يقول، يعني أستحضر وأحفظ ما يقول. ثم كيفية أخرى أشار إليها أبو بكر بن العربي، قال: وأحيانا كان يسمع دوي النحل. هذا صوت آخر يخالف الصوت الأول. فهذه ثلاث كيفيات كان يأتي الوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فيفصم عني، يعني معناه ينفرج عني ويذهب، كما تفصم الخلخال إذا فتحته، كما تفصم الخلخال إذا فتحته لتخرجه من الرجل. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد، يعني ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي، اليوم الذي فيه البرد الشديد، فيفصم عنه، ينقطع عنه الوحي، وإن جبينه ليتفسد عرقا، يعني إن جبينه ليتقاطر عرقا. وهذا يدل على شدة هذه الكيفية على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدمائي، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الحديث فيه إرسال، لأن عروة لم يحضر هذه القصة، عروة بن الزبير ما حضر هذه القصة فهو مرسل. قال أبو عمر: هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن السنان الرهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومالك أثبت من هؤلاء، ورواه ابن جريج ووكيع كما رواه مالك. إذن كان فيه خلاف في سنده. فهذان يحيى بن سعيد الأموي ويزيد بن السنان يرويان عن هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، ومالك وابن جريج ووكيع يروون هؤلاء عن هشام عن عروة أنه جاءه عبد الله بن مكتوم. ففي رواية مالك وابن جريج وكيع بن جراح حديث المرسل، وفي رواية ابن سعيد ويزيد بن السنان متصل. هؤلاء إثبات وهؤلاء إثبات. فيظهر أن هشاما هو الذي يروي الحديث أحيانا متصلا فيتلقى عنه هؤلاء، وأحيانا يروي الحديث مرسلا فيتلقى عن هؤلاء، لأنه هؤلاء إثبات وهؤلاء إثبات أيضا. طيب، ويحصل هذا كثيرا، أن المحدث أحيانا
ينشط فيسوق الإسناد كما هو أحيانا يكسر فيسوق بعض السند ويطوي البعض الآخر. طيب أنزلت عبس وتولى في عبد الله ابن أم مكتوم، هذه سورة نزلت على هذا الرجل أو في شأن هذا الرجل. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، فجعل يقول: يا محمد استدنيني، يعني قربني إليك واسمع مني وعلمني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل من عظماء المشركين، وكان يرجو بإسلامه إسلام آخرين، فكان يحرص على هذا الرجل ويحاول أن يقنعه وانشغل به. وهذا الرجل رجل مسلم، ولعله يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه القرآن ويستدنيه في وقت آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على هذا الرجل الكافر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى مما أقول به بأسا؟ ثم اختلفوا من هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، حتى عاتب الله سبحانه وتعالى بإعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم وإقباله على هذا الرجل، فقال بعضهم هو أبي بن خلف، وقال بعضهم كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وعلى كل هؤلاء الثلاثة ما أسلم منهم أحد، ولم يكتب له أن يسلم ويفوز في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ويقول له: هل ترى بما أقول بأسا؟ يعني هل فيما أقوله هل فيه شيء، هل فيه شيء عندك؟ فيقول: لا والدماء، لا والدماء، وفي لفظ لا والدمى. هذا مقل وهذا مقل أيضا، فإن قيل والدمى معناه جمع دمية، والدمية هي تمثال، والرجل يحلف بتماثيله وأصنامه التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإنها معظمة عنده وهي مستحقة أن يحلف بها، فيقول: لا والدمية. وفي هذه الحالة لم يستطيع أن يتخلص من تعظيم هؤلاء الأصنام والتماثيل، حتى إنه يحلف والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويحاوره فيقول: لا، لا أرى بأسا بما تقول، والدمى، وأحلف بالدمى، يعني أحلف بأصنام. وهذا شيء غير لائق، الرسول صلى الله عليه وسلم يحاوره ويعرض عليه الدين والوحي وهو يحلف بأصنامه. أما الرواية التي فيها والدماء فإنها جمع دم، وكأنه يحلف بالدماء التي كانوا يريقونها في الجاهلية لله ولأصنامه، فإنهم كانوا يريقون الدماء ويذبحون الهدي لله ولأصنامه. فإذا قيل والدماء معناه أنه يحلف ويعظم تلك الدماء التي تراق لله سبحانه وتعالى ولهؤلاء الأصنام المعظمة عندهم. يقول: ما أرى بما تقول بأسا، فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والله أعلم. وهؤلاء ما كتب لهم أن يسلموا ولا حاجة بالاشتغال بهم، فإن الحفاظ على الموجود أولى من البحث عن المفقود. قال أبو عمر: وأما قوله لا والدمى، فاختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فطائفة رووا عنه لا والدمى، وطائفة روت عنه لا والدماء. وقد عرفت معنى الدماء والدمى في كلتا الروايتين. الحديث الذي بعده: قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه،
فقال عمر: ثكلت أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبه. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. قال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لا هي أحب مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديث رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر: هذا الحديث عندنا على الاتصال، لأن أسلم رواه عمر، والسماع أسلم مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه. فالحديث هنا وإن كان عن أسلم أن رسول الله، إلا أنه روى هذا الحديث عن مولاه عمر، وأسلم مولى عمر بن الخطاب، فهو يروي عن مولاه. طيب، هذا الحديث فيه بعض الفوائد، منها جواز السفر بالليل والمشي على الدواب، وذلك عند الحاجة مع استعمال الرفق، لأنها بهائم عجم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإحسان إليها. إذن يجوز أن يسافر الإنسان بهذه الدواب ويستخدمها في الليل والنهار، لكن ينبغي أن يرفق بها، فإنها بهائم لا تشتكي حالها، فلا ينبغي للإنسان أن لا يسيء استعمالها ولا يحملها ما لا طاقة بها. يقول ذلك عند وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء لا يحب الجواب فيه أن يسكت ولا يجيب بالنعم ولا بلا، ورب كلام جوابه السكوت. هذه فائدة أيضا، ليس من اللازم أن تجيب عن كل ما تسأل، فإذا سئلت عن شيء وعرفت أن الجواب بالسلب أو بالإيجاب، بالنعم أو بلا، لا يفيد، ينبغي أن تسكت، وخاصة في مسائل الشغب التي لا فائدة منها، وإنما القصد من ورائها امتحان الناس وإظهار البلبلة في الناس، مثل هذه المسائل لا يجاب عنها لا بلا ولا بالنعم، وإنما يسكت عنها سكوت. قال: ورب كلام جوابه السكوت. هذه حكمة، ورب كلام جوابه السكوت. وقالوا أيضا: ورب سكوت أبلغ من نطق. فلا تتكلم في كل شيء ولا تجب عن كل شيء، بل إذا لم ترى المصلحة في الجواب فإنك في سعة من أن تسكت ولا تجيب بشيء. طيب، وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه، وفيه الندم على الإلحاح على العالم خوف غضبه وحرمان فائدته فيما يستأنف. يعني أحياناً إذا كررت على الإنسان وكنت تستفيد منه، فربما أغضبته فخزن علمه عنك، وكان هذا سبباً لحرمان علمه منك. وقلما أغضب عالم إلا قلت فائدته. قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علماً. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: لو كنت يعني إنسانا رفيقا وسألت ابن عباس برفق كنت أستخرج منه علما كثيرا، لكنه هو وعروة بن الزبير كانا يماريان عبد الله بن عباس، فكان يخزن عنهما علما كثيرا، وأضاءوا علما كثيرا بهذه المعاملة والمراء الذي لا معنى له ولا فائدة منه، فأفات على أنفسهما علما كثيرا بهذا المراء غير المفيد.
وفيه ما كان عمر عليه من التقوى والوجل، لأنه خشي أن يكون عاصيا بسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبه، إذ المعهود أن سكوت المرء عن الجواب وهو قادر عليه عالم به دليل على كراهية السؤال، وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه، وهذا موجود في اتباع الناس. ولهذا كان الإنسان إذا سأل ولم يجب يؤثر هذا في نفسه، فلما سأل عمر 3 مرات والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه، بعد ذلك أراد أن يؤانسه فأرسله وقال: تعال قد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي من كذا وكذا. يقول فيه: أوضح الدليل على منزلة عمر من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وموضعه منه ومكانته عنده، وفيه أن غفران الذنوب خير للإنسان مما طلعت عليه الشمس لو أعطي ذلك، وذلك تحقير منه صلى الله عليه وسلم للدنيا وتعظيم للآخرة. وهكذا ينبغي للعالم أن يحقر ما حقر الله من الدنيا ويزهد فيها، ويعظم ما عظم الله من الآخرة ويرغب فيها. فيقول إن غفران معصية واحدة خير للإنسان مما طلعت عليه الشمس وغربها، وهذا يدل على أن أمور الآخرة لا تعادل بأمور الدنيا مهما كانت، فأمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا. طيب، يقول هنا: وفيه أن نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضر وسفر وليل ونهار، والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح منصرفه من الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا. هذا السفر الذي نزلت فيه هذه السورة كان عقب انصرافه من الحديبية، فنزلت عليه هذه السورة عقب انصرافه من الحديبية وحيلولة العرب أو قريش بينه وبين ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله، وهو أن يعتمر بالبيت. وقوله في هذا الحديث: نزرت، قال معناه أكرهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسألة، يعني كأنك أكرهت واستخرجت أو حاولت أن تستخرج شيئا لا يحب أن يجيب فيه. الحديث الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد بن الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أو صيامكم مع صيامهم، أو أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. هذا الحديث يقول أبو عمر: حديث صحيح الإسناد ثابت، وقد روي معناه من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يخرج فيكم من هذه اللفظة سميت الخوارج خوارجا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى الخوارج بالخوارج، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم استنادا إلى هذه اللفظة النبوية وهو يخرج فيكم سموا هؤلاء الخارجين الخوارج. ومعنى قوله يخرج فيكم يعني يريد فيكم أنفسكم، يعني أصحابه، أي يخرج عليكم. وكذلك خرجت الخوارج ومرقت المارقة في زمن الصحابة رضي الله عنهم،
وأول من سماهم الحرورية علي رضي الله عنه، إذ خرجوا مخالفين للمسلمين ناصبين لراية الخلاف والخروج. وأما تسمية الناس لهم بالمارقة وبالخوارج فمن أصل ذلك هذا الحديث، وهي أسماء مشهورة لهم في الأشعار والأخبار. إذن سواء سموا بالخوارج أو بالمارقة فإن هذا مأخوذ من هذا الحديث. ثم سمى علي أيضا الحرورية، فهي أسماء لهؤلاء الطائفة الضالة، الخوارج، المارقة، الحرورية، الشورات، وما أشبه ذلك من الأسماء الكثيرة التي عرفت في الزمان الأول. يقول: والمعنى في هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عند جماعة أهل العلم، المراد به عندهم القوم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان، فهم أصل الخوارج وأول خارجة خرجت، إلا أن منهم طائفة كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان رحمه الله. قال أبو عمر: كان للخوارج مع خروج تأويلات في القرآن ومذاهب سوء مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين أخذوا الكتاب والسنة معهم وتفقهوا منهم، فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين، وكفروهم وكفروا المسلمين بالمعاصي، واستحلوا بالذنوب دماءهم، وكان خروجهم فيما زعموا كان سبب الخروج عند هؤلاء، زعموا تغييرا للمنكر وهدا للباطل. هذا الذي تعلقوا به هو مجرد تغيير للمنكر وهد للباطل، فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم مما قد وقفنا على أكثرها. فهذا أصل أمر الخوارج، وأول خروجهم كان على علي رضي الله عنه، فقتلهم بالنهروان، ثم بقيت منهم بقايا من أنصابهم ومن غير أنصابهم على مذاهبهم يتناصلون ويعتقدون مذاهبهم. وكان للقوم صلاة بالليل والنهار وصيام يحتقر الناس أعمالهم عندها، وكانوا يتلون القرآن آناء الليل وآناء النهار، ولم يكن يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم بالسنة المبينة له، فكانوا قد حرموا فهمه والأجر على تلاوته. فهذا والله أعلم معنى قوله لا يجاوز حناجرهم، يقول لا ينتفعون بقراءته، كما لا ينتفع الآكل والشارب من المأكول والمشروب بما لا يجاوز حنجرته. وقد قيل إن معنى ذلك أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا تعتقده قلوبهم، وهذا إنما هو في المنافقين. إذن هذا المعنى غير صحيح، لأن هذا المعنى إنما هو في المنافقين وليس في الخوارج. روى ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس وأنا عنده، فسمعته يقول: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون. يعني هؤلاء اليهود والنصارى يجتهدون فيما زعموا في عبادة الله وهم مع ذلك ضلال. وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فالحناجر جمع حنجرة، وهي آخر الحلق مما يلي الفم، ومنه قول الله: وبلغت القلوب الحناجر. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قيل لابن عمر إن نجدة يقول إنك كافر، وأراد قتل مولاك إذا لم يقل إنك كافر، فقال عبد الله بن عمر: كذب والله ما كفرت منذ أسلمت. قال نافع: وكان ابن عمر حين خرج نجدة يرى قتاله.
وقوله يمرقون من الدين، فالمروق هو الخروج السريع كما يمرق السهم من الرمية، والرمية الطريضة من الصيد المرمية، وهي فعيلة من الرمي. الرمية يعني الصيد الذي رماه الصائد. وقوله كما يخرج السهم من الرمية، يقول يخرج السهم ولن يتمسك بشيء، كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا بشيء. ثم يقول هنا تنظر في النسل فلا ترى شيئا، يعني إذا أخذت السهم وقد دخل في الرمية وجاوزه بسرعة هائلة، ثم أخذته ونظرت فيه فلا ترى في حديدة السهم شيئا. والنسل هو الحديدة الذي يركب في العود. تنظر في النسل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح وهو العود الذي يركب عليه النسل، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا. الريش الذي يوضع في آخر السهم من أجل اعتدال انصباب السهم، هذا أيضا تنظر فيه لعل فيه شيء من الدم، فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق، ثم تشق في الفوق هل فيه شيء من الدم أو ليس فيه شيء. والفوق هو المنطقة الذي يوضع فيه الوتر عندما يرمى السهم. فهذا الفوق قد تظن أو تشك أن فيه شيئا من الدم. فهؤلاء بمثل أو بمثابة هذا السهم الذي دخل في الرمية ثم خرج بسرعة هائلة ولم يتمسك من الرمية بشيء، لا بدم ولا بفرخ. قال بعض أهل العلم، تقول أخبار الخوارج بالنهروان وقتلهم للرجال والولدان وتكفيرهم الناس واستحلالهم الدماء والأموال مشهور معروف، ولأبي زيد عمر بن الشبة في أخبار النهروان وأخبار الصفين ديوان كثير، من تأمله اشتفى من تلك الأخبار، ولغيره في ذلك كتب حسان. ثم في آخر الحديث يقول، ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ظواهر هذه الأحاديث فيهم، مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، ومثل قوله يمرقون من الدين، وهي آثار يعارضها غيرها في من لا يشرك بالله شيئا ويريد بعمله وجه الله وإن أخطأ في حكمه واجتهاده. والنظر يشهد أن الكفر لا يكون إلا بضد الحال التي يكون بها الإيمان، لأنهما ضدان. فبعض أهل الحديث، ليس أهل البدع، بعض أهل الحديث يرى أن هذه الطائفة استنادا إلى بعض هذه الأحاديث أنها كفار وأنها قد كفرت كما تكفر الناس. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، هذا رواه بلاغا. يقول أبو عمر، قيل إنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها، فلذلك طال نطقه فيها. إذن ما كان يريد أن يغيب ألفاظ سورة البقرة فقط، بل كان يريد أن يحفظها ويحفظ معانيها، ومن أجل هذا تأخر في ذلك حتى أخذ ذلك منه 8 سنين، لأن الصحابة ما كانت عندهم أن يغيبوا القرآن ثم يبحثوا بعد ذلك عن معانيه ويبحثوا أو ينظروا في تفسيره، لا، بل كانوا يجمعون بين حفظ معانيه وحفظ ألفاظه. يقول معلوم أن من الناس من يتعذر عليه حفظ القرآن ويفتح له في غيره، وكان ابن عمر فاضلا قد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة منهم عثمان وعلي وأبي
وأبي وابن مسعود وصالم ومعاذ وزيد بن أصلة ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم. ثم قال أبو بكر بن عربي: مكث ابن عمر على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. أراد به مالك أن يبين مسألة اختلف الناس فيها، وهي إذا أراد أن يقرأ القرآن هل يقرأه كذلك ذكرا باللسان دون تتبع بالبيان، أم لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكرا ودراية. فنبه مالك على ذلك بفعل ابن عمر في سورة البقرة، وقد قال تعالى: يتلونه حق تلاوته. قالوا: يذكر الحرف ويعلم معناه، يعني يجمع بين حفظ اللفظ وحفظ معناه، ويعمل به أيضا، يحفظ لفظه ويحفظ معناه ويطبقه، حينئذ يقال قد تلا القرآن حق تلاوته. فهذا هو حق تلاوتي. وقالوا أيضا في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني ليس عندهم من القرآن إلا ذكر باللسان خاصة، وأعظم ما يلقى به المرء ربه يوم القيامة قرآن.